عبد الرحمن من الباحة. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. يا أخي يا عمتي عندها فشل كلوي. نعم. والدكتور يقول ما تصومي. اي نعم، اذا قال اذا قالها الدكتور لا تصوم لا تصوم، ان قدرت على القضاء في المستقبل تقضي، واما قدرت تطعم عن كل يوم مسكينا، الحمد لله. نعم، احسن الله اليكم. بقي شيء؟ شكرا. بارك الله فيك.